عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافيك. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات على الأقل نقولوا جميلة بعض الشيء، وهي الصلحة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين هشام المشيشي رئيس الحكومة. وكما تعرفوا أنه عندهم مدة طويلة وطويلة المدة أكثر وأكثر وما عادش قابلوا وما عادش قابل حتى واحد وما يتلقاوش، ومن بعد حتى يجاوبهم رئيس الجمهورية على التليفون. وكما تعرفوا الخلافات السياسية اللي بينتهم ما نش مش نقعدوا نعاودوا فيها لأنه الناس الكل على علم بالخلافات السياسية، لكن اليوم والحمد لله الأمور بدأت تتغير شوية بشوية، ورئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع لنقاش العديد من الأمور التي تخص الدولة. إن شاء الله يا ربي نقولوا هذه بادرة خير. احنا ما نفرحوش بالأزمات السياسية، صحيح برشا ناس لازم تتحاكم وبرشا ناس لازم تعزلوا، أما لكن زاد لازم نتبعوا بشوية بشوية القانون وشنو هو يسمح وشنو هو لا. إن شاء الله يا ربي فيها الخير للتوينسا، وإن شاء الله المقابلة هذه على الأقل تقدم بينا شوية لأنه مازلنا واقفين في نفس النقطة. وما تنسوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.